نحو 100 يوم والمياه مقطوعة عن الحسكة وأريافها الغربية مع استمرار الاحتلال التركي إيقاف الضخ من محطة علوك بريف رأس العين الشرقي، ما أدى لأزمات صحية وإنسانية واقتصادية للأهالي. صارنا تقريبا أكثر من 100 يوم بلا مي، وعن طريق المنظمات وما نعرف مصدر المي منين يعني، وأكثر عم يصير أمراض للأطفال وكذا، ما أعرف شنو يعني. هل حسب بعدين يعني بعد هالمعاناة يعني حيل يعني عم يعني نقاسي ونتعذب يعني مشان الموضوع هالمي يعني. محافظة الحسكة عم تعاني من هذا الموضوع من أكثر من 100 يوم، وعم نعاني من تعبئة صهاريج المي لأنه ما نعرف مصدر المي شو هي. يعني أكيد أنا ما بدي أسأل الصهاريج بقول له أنت من وين عم بتعبي مي، بيقول لي أنا عم بي مي مثلا من نفاشة، وهو بيجيب لي مي مر. يعني أنا ما فيني حاسبه الأمراض اللي عم تصير بهالبلد والمشاكل اللي عم تصير بهالبلد، وزادت الطين بلة مي علوك كمان. أثر على المواطنين بشكل مباشر من الناحية المادية ومن الناحية الصحية، أدى إلى أمراض بالنسبة للأطفال وبالنسبة للمواطنين، سبب مشاكل صحية كثيرة. ومع تجميد الملف وعدم تسجيل أي نقاشات فاعلة بخصوصه في ظل المطالب التعجيزية للاحتلال التركي، لا يمل الأهالي من تكرار مطالبهم بإيجاد حلول تنهي معاناتهم مع أزمة المياه. صهاريج غالية، عم يتحكموا بينا والله، ونطالب الجهات المعنية أو المنظمات الدولية من أجل إعادة مي علوك. المنظمات يعني كأنها قايبة عن هالموضوع هذا، ما قاعد تتحرك يا أخي، بصراحة ما قاعد تتحرك يعني. يعني أسعى اليوم المنظمات عندها إمكانات متاحة، يقدر مثلا يحفرون آبار ويسوون آبار تحلية، كل قريتين ثلاث يحفرون بير ويخففون من هالأزمة. نناشد المنظمات ونناشد الدول أن يكون حل سريع لهذه الأزمة. يعني حتى هلا في الشتاء يعني العالم عم تعاني، وخاصة في المدينة من الماء تعاني معاناة شديدة ومبالغ باهظة، يعني أسعار تفوق العقل. رغم كل الجهود الحكومية في توفير محطات تحلية للمياه وخزانات في الشوارع، إلا أن أزمة المياه لا تزال هي الهاجس الأكبر للأهالي مع اقتراب شهر رمضان وفصل الصيف والذي تتضاعف فيه حاجة الأهالي للمياه. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة.